دلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وقت الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون شديد الحراره، رطب نهارا على اغلب الانحاء، حار رطب على السواحل الشماليه، مائل للحراره، رطب ليلا على اغلب الانحاء. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على تليفون دكتور محمود القياتي عضو مركز الاعلام بيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا وعلى كل الساده المشاهدين، اهلا بحضراتكم. اهلا بحضرتك، وحابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس النهارده، وكمان خاصه في مناطق جنوب مصر من اسوان وابو سمبل وحلايب وشلاتين وادي الجديد، لانه من واضح ان في حاله كبيره من عدم الاستقرار هناك من سيول وامطار رعديه. بالتاكيد طبعا لو اتكلمنا عن الجزء الشمالي من الجمهوريه حتى القاهره وشمال صعيد، ده بيشهد طقس صيفي مستقر تماما، درجات الحراره فيه حول معدلاتها الطبيعيه او يمكن اعلى من المعدل بحوالي درجه تقريبا، مفيش اي درجات حراره عاليه او شديده زي الموجات اللي كنا بنشوفها الفتره اللي فاتت. يمكن درجات الحراره لمده اسبوع قادم على القاهره هتظل ما بين ال 35 ل 36 درجه مئويه، فقط هو ارتفاع نسب الرطوبه وهو الامر الطبيعي خلال التوقيت ده من العام اللي بتوصل خلال ساعات الليل ل 90% على سواحلنا الشماليه ومن 80 ل 85 على القاهره الكبرى. ارتفاع نسب الرطوبه ده بيكون هو العامل الرئيسي اللي بيزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره بمعدل 3 ل 4 درجات عن اللي بيتم قياسها. يعني ال 35 او 36 اللي بنسجلها على القاهره بنشعر بيها وكانها 38 درجه مئويه، لكن طبعا كلنا ملاحظين ان في فرق ما بين درجات الحراره والحاله الجويه اللي بنشهدها حاليا عن الموجات شديده الحراره بالفعل اللي كنا بنشهدها الفتره اللي فاتت. طبعا في استمرار لتكون الشبوره المائيه الخفيفه خلال ساعات الصباح الباكر على مناطق من القاهره والدلتا، الوجه البحري، السواحل الشماليه، مدن القناه، وايضا مناطق من وسط سيناء. لو اتكلمنا كمان عن حركة الملاحة البحرية وارتفاعات الأمواج على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر هي معتدلة تماما وفي الحدود الآمنة. أقصى ارتفاع للموج ممكن يكون 2 متر على مناطق من شواطئ البحر المتوسط، ودي طبعا آمنة تماما وما فيهاش أي مشاكل، ما عدا لو لقينا بعض الشواطئ بشكل فردي ممكن يكون ده مسبب ليها ارتفاع نسبي للموج أو غير مسموح به. فده في الحالة دي طبعا بننصح المواطنين باتباع التعليمات المسؤولين عن الشواطئ طبعا. لكن بوجه عام شواطئ مصر سواء شواطئ البحر المتوسط أو البحر الأحمر كلها طبعا معتدلة وتسمح بممارسة كافة الأعمال والأنشطة البحرية. طب كويس، عشان احنا كمان في بداية الويك اند فناس كتير بتبقى مسافرة في الخميس والجمعة والسبت. بالتأكيد طبعا زي ما قلنا هي الأجواء هناك معتدلة تماما، كمان زي ما احنا عارفين أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية بتكون هي الأقل لو قارناها بباقي مناطق الجمهورية، بنتكلم إن العظمى على السواحل الشمالية بتكون 32 درجة وخلال ساعات الليل بتوصل الصغرى ل 24 درجة، يعني أكيد في فرق واضح ما بين حالة الطقس على البحر المتوسط ومدن البحر المتوسط عن باقي مناطق الجمهورية. كلما اتجهنا جنوبا بالتأكيد بتبدأ ترتفع درجات الحرارة تدريجي علشان تكون القاهرة أعلى من السواحل، وبالتأكيد محافظات شمال ووسط الصعيد بتكون فيها درجات الحرارة مرتفعة بتلامس ال 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار. كمان محافظات شمال الصعيد فيها ارتفاع في نسب الرطوبة بشكل ملحوظ، يمكن بتقل بس حاجة بسيطة عن القاهرة، لكن نسب الرطوبة عالية على محافظات شمال الصعيد مع ارتفاع درجات الحرارة ده بيخلينا نحس بيها انها في حدود ال 41 ويمكن كمان 42 درجة مئوية. لو اتجهنا جنوبا بقى للمحافظات الجنوب وما تشهده خلال الأيام الحالية من حالة عدم استقرار مستمرة بقالها أسبوع تقريبا، إذ طبعا حالة من عدم الاستقرار متمثلة في أمطار بتصل إلى متوسطة ورعدية وبتؤدي لتشكل السيول بسبب الطبيعة الجغرافية هناك. صحيح. يمكن كلنا لاحظنا على مدار الأيام القليلة الماضية حتى اليوم أيضا فرص لتشكل السحب الرعدية اللي بالفعل بتؤدي لتشكل السيول هناك في أمر هو يعتبر غير طبيعي، يعني خلينا نقول إن كمية الأمطار واستمراريتها بهذا الشكل ما كانتش معهودة في الأعوام السابقة، برغم برضو كان في الأعوام اللي فاتت كان بيمتد نفس تأثير الحزام المداري اللي بيجلب لينا السحب الممطرة اللي بتكون جاية لنا من السودان وإثيوبيا، لكن ما كانتش بتقعد نفس الفترة الطويلة. هي مستمرة لحد إمتى يا دكتور؟
مستمره معانا اليوم الاحد اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله يعني فرص الامطار اللي بتوصل لمتوسطه ورعديه دي طبعا. كمان بيكون معاها نشاط قوي للرياح نتيجه الهواء الهابط من اسفل هذه السحب اللي بيؤدي بالفعل لاثاره قويه للرمال صحيح. والاتربه. احنا عشان كده فعلا بالشكل ده احنا بنتابع مع حضراتكم بشكل يومي في برنامج صباح الخير يا مصر، اطمئننا على حاله الطقس هناك وبنتمنى السلامه للجميع. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه عن المتابعه اليوميه معنا. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره، العظمى 36 الصغرى 26، عاصمه اداريه 36 26، اسكندريه 33 24، العالمين الجديده 32 24، مطروح 30 23، دمياط 33 25، بورسعيد 33 26، اسماعيليه 37 26، السويس 36 26، العريش 34 24، كاترين 31 17، طابا 39 26، حلايب 38 30، شلاتين 42 32، شرم الشيخ 40 29، الغردقه 41 30، الفيوم 38 26، بني سويف 39 26، الوادي الجديد 43 26، أسيوط 40 25، سوهاج 41 27، قنا 43 28، الأقصر 43 29، وأخيرا أسوان 42 29. حاولنا نطمن حضراتكم على حالة الطقس، لكن يعني من المفترض أن هناك في منطقة جنوب مصر في عدم استقرار في حالة الطقس وفي رياح كمان شديدة مثير الرمال والأتربة. بنتمنى السلامة للجميع هناك وتوخي الحذر عند النزول إلى الشوارع.